أنا في اعتقادي أن ثورة 30 يونيو هي ثورة استعادة وطن، أو ثورة استعادة وطن، هي ثورة الشرف والشرفاء. وأخرج من كلمة سيادة الرئيس بكلمة عندما أعلن المصريون أن لا مكان بينهم لمتآمر أو خائن. أعتقد أن المصريون جميعاً، السواد الأعظم منهم باستثناء جماعات الضلال والإرهاب والغدر والخيانة والتي كانت تريد إسقاط الوطن وبيعه بأرخص الأثمان في إطار مؤامرات حيكت مع أطراف وقوى خارجية، لكن أنا عايز أقول أن المصريون الشرفاء وهم السواد الأعظم من هذا الشعب أبى ورفض عندما اكتشف أن الإخوان جاءوا لبيع مصر، وأن الإخوان هم جماعات متآمرة وخونة. لهذا السبب احتشد المصريون عن بكرة أبيهم من كل الفئات ومن كل الطبقات، سواء كما تفضلت حضرتك من النخب، من العمال، من الفلاحين، من الفنانين، من الرياضيين، من كل الأطياف ومن كل الفئات. في إطار ذلك كان قرار قائد شجاع هو الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش وطني عظيم باسل وشرطة وطنية وفرت الحماية لإرادة المصريين وحمتهم من فاشية وبطش الإخوان هذه الجماعة العميلة. أعتقد أن سجل الإخوان الحافل بالدم والتنكيل والتعذيب للمصريين، وأعتقد اختطاف الهوية المصرية واستجلاب ثقافات وعادات وتقاليد مختلفة تماما عن الهوية المصرية، ده كان السبب اللي انتبه ليه المصريون عندما اكتشفوا ان الإخوان توجهاتهم وهويتهم هو خطف الوطن لصالح فئة او لصالح الأهل والعشيرة. لهذا انتفض المصريون عن بكرة أبيهم وأعلنوا أنه لا مكان بينهم لخائن أو متآمر، لا مكان بينهم لجماعة قررت أن تبيع الوطن. شفنا هذا السيناريو في كل دول الخراب العربي، شفناه في سوريا، شفناه في ليبيا، شفناه في تونس، شفناه في مصر. لكن وجود الشرفاء والمؤسسات الوطنية كالقوات المسلحة والشرطة المدنية والشرفاء اللي على رأسهم وقادهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا الشعب الأبي العظيم اللي بيحمل جينات العظمة والتحدي واللي بتظهر في اللحظات الفارقة واللي بيقولوا كلمتهم دايما أنهم لن يسمحوا لأحد أن يختطف مصر وأهلها وشعبها. لذلك في اعتقادي أن ثورة 30 يونيو هي من أعظم الثورات اللي شهدها تاريخ مصر، كانت ثورة أو لحظة فارقة بين الإرهاب وبين الفرقة والتشرذم، بين اختطاف الوطن وأيضا فترة أو لحظة فارقة أيضا ما بين التنمية والسلام، خاصة ليس لمصر فقط ولكن لكافة دول المنطقة.